تقديرا لمكانة ودور مملكة البحرين في دعم ورعاية برامج المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية، تم اختيار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة. أهلا بك سعادة الوزير، ونبارك لكم تقلدكم هذا المنصب، ولو تحدثنا عن أهمية تقلد مملكة البحرين ممثلة بسعادتكم لمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة المنظمة العربية للسياحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم أول شيء على الاستضافة، وأحب أن أبارك لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى الراعي الأول للمسيرة الاقتصادية والسياحية في مملكة البحرين، واللي بفضل توجيهه وتوجيه حكومته الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة سيدي صاحب السمو ولي العهد، تمكنت البحرين أنها تقطع شوط كبير في المجال السياحي، ليس فقط في حدود البحرين وترويج البحرين كوجهة عالمية، ولكن أيضا بأن نأخذ مناصب ريادية وقيادية على المستوى الوطن العربي. هذا تشريف شخصي لي، وهو أنا أفتخر أن أنا أمثل مملكة البحرين وأرفع اسمها في المحافل الدولية والعربية. نعم سعادة الوزير، ما هي تطلعاتكم لتطوير منظومة العمل السياحي في البحرين من جهة، والسياحة العربية والخليجية من جهة أخرى؟ طبعا يعني معروف ان بسبب جائحه كورونا يمكن القطاع السياحي هو القطاع اللي تضرر من اكثر القطاعات اللي تضررت في ايامنا هذه، اساسا بسبب اغلاق الدول لحدودها سواء البريه او الجويه او حتى البحريه، مما ادى الى انقطاع في تدفق السياح. فاليوم احنا واجبنا ان احنا نعيد البناء ونعيد تاهيل المنتج البحريني بحيث يكون اولا امن وثانيا جاذب للسائح سواء كان من الخليج او من دول اخرى خارج الخليج العربي. نعم. واختيارنا لهذا المنصب على اساس ان احنا ناخذ تجربه البحرين ونستفيد مع اخواننا العرب ايضا لتوسيع هذه على تنشيط السياحه البينيه بين الدول العربيه وترويج الوطن العربي كرقعه جغرافيه امنه و جاذبة للسياحة العالمية أيضا. نعم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس لجنة المنظمة العربية للسياحة، شكرا جزيلا لك.